هذا يا سي محمد الكيلاني يعطي صحة على الكلمة هذه اللي عطاها لنا ورجع بينا بالتاريخ والأحداث مهمة في مسيرته. هو زاد قدم الأحد الرياضي سي منظر، قدم الأحد الرياضي عام 87 88 وما كملش وقتها. هو ونور الدين الحفصي هو راه للتاريخ. محمد الكيلاني هو أول رئيس مسرح بتاع الرياضة في التلفزة الوطنية، ما كانش ثم داكوغ. ثم المعروف به اللي هو رجل بتاع مبدأ، أي معناها كان حقيقة معناها عنده مبادئ. تحبني نقول حاجة؟ تفضل. تو قبيلك أفشيت سر. باش نحب أنا يوسف تحية لخويا محمد الكيلاني. أي ذات مرة تم تعييني باش نعلق على مباراة للمنتخب الوطني في ليبيا، وسي محمد الكيلاني كان هو لاهي بالرياضة في التلفزة، وخويا نجيب الخطاب الله يرحمه كان نجم ساطع بعد 78 في الأرجنتين. ف سي محمد الكيلاني عينني انا باش نمشي مع المنتخب الوطني لليبيا. والاداره حبت على سي نجيب الخطاب، فتمسك بتعييني وقت خرج من التلفزه على خاطري انا. للتاريخ انا نحييه، هو يمكن ما قالش لا لا صاحب مبدا، اما صاحب مبدا بالحق ويعطيه الصحه والتحيه. ولاعب كوره ايه. انا نتذكر شبيبه نتذكر وقت خاطر في العنصر اللي تعدى بالتيار ثم حاجه اخرى غنيه ياسر، هي نتاع كيفاش كان المونتاج. اي نحب نحيي حبيب العجيمي لهنا. اي البيسيان، خاصه على البيسيان. على البيسيان انا اتذكر صبعه بالدم حبيب، وكنا الكل تعداه عنده هو، معناها قداش من ماتش عند حبيب يوسع باله. وانت تحب خاطر ما كانش تنجم ترجع بسهوله، لازمك البوبين تهز حتى اللي كان منتج ايضا مع منتج بعد العالم هو الرياضه العالميه مغروم برشا مع هشام الخلصي حبيب العجيمي ومعد لحد رياضي زاد قبل ذلك خدمنا معاه بتبيعه. حبيب العجيمي كان ذاكره الرياضه في التلفزه التونسيه، وحد ما قال له اعمل هذاك وحده كان عنده دفاتر معروفين تمشي تقول له نحبك التصويره الفلانيه، يقول لك برا للوعد 36 15 معناه ما يعطيش ثقة في الناس الكل. حبيب العجيمي وحده عمل ذاكرة رياضية للتلفزة التونسية. منظر مع التفاصيل على حبيب العجيمي. لا لا مش على حبيب العجيمي، نرجعوا لحبيب العجيمي مساج. أما علي العيساوي هو أول رئيس مصلحة نتاع الرياضة بصفة عامة، أول واحد. قبل كان هو في الإذاعة والتلفزة. أنا قلت لك خاصة بالتلفزة. أنا قلت لك أنا نعرف نقول مش إذاعة وتلفزة. التلفزة فقط. لا لا الإذاعة وهو كان زاد بتاع اسكندر ومحمد علي يقولي احنا قاعدين احنا نسمعوا في حاجات. هو راهو مهم جدا باش ما ننساوش ناس. ما ننساوش ناس عيب خاطر. أنا باش نعطي إضافة سي توفيق سي منذر والجماعة. راهو كان هو مش كان على الرياضه، كان هو مسؤول على الاخبار كل شيء والبلانيفيكاسيون بعد حتى في التلفزه الكل على مستوى الحافلات نقلوا بربي حبيب مثال سي منظر بعد اذنك علي العيساوي بعد اذنك خاطر مهم جدا حبيب العجيمي زوز شهادات هذوما ويعرفوهم الكل باش يقولوا لك صحيح عنده زوز ميزات هو تبارك الله عليه ما شاء الله. تحكي على شكون خاطر هكا راني حبيب العجيمي على سي حبيب العجيمي خو سمير العجيمي مخرج زمان. حبيب العجيمي عاش العديد من الطرائف. حبيب العجيمي تقريبا اكثر انسان حريص جدا انه في المهام الخارجيه خارج حدود الوطن يلزم الصوره توصل بشتى الطرق. يعني كل شيء يعمله العرك العياط معناتها تليفون من المانيا للجزائر لفرنسا وقت اللي توصل الخدمه يقولوا له وصلت تتغير ملامح وجهه كومبليتمون. هذه دو اون دو دو قد ما سافر حبيب العجيمي الى يوم هذا يخاف من الطياره. يخاف من الطياره معروف يا رفي. هذه دونك تحيه اللي يخدم برشا الرياضه وعاوننا برشا. بالله فيما يخص بابي سامحني فيما يخص يعني الملاصقين التقنيين لابد باش نذكروا زاد الفرتاني احمد الفرتاني اللي هو قام بادوار كبيره وكذلك عبد المجيد بن حميده. انا والله فهمتكم الليله اللي كل واحد فيكم وهذا يصير لكل حصه تقريبا اللي كل حد يبدا خايف لا ينسى زملائه باش ننساو مهما ننسى خدم معاهم لا ولا حتى ما تعطيش في في الوقت. سي محمد بوغري الله يرحمه معناه شحكينا راجل كان زوعي زاد شحكينا نجي نخلطينا لهم ان شاء الله. هما انتقادات اللي يجي البرنامج اولاد الدار يقول لك علاش ديما تشكروا وما تذموش تحكي على اشياء كيما والله هكا كيف لازم تذمهم تنجم تقول ما تنجمش تذمهم لكن اكيد تنجم تمشي شويه للاشياء اللي كانت تصير وما نعرفوهاش. مثلا هل كانت فما حساسيه
تتخلق ما بين مقدمي الصحفيين ولا خلينا نقول اللي يظهروا في اللونتين اكثر، يا اما معلقين الرياضيين والا اللي كانوا يقدموا لحد الرياضي. كانت تصير حاجات هكا حساسيات على الشهاده، كان برنامج بركه وتلفزه بركه. ليه كان موجود هو كل واحد يحب يولي معروف ويولي مشهور في عالم التعليق الرياضي اكيد باش ماذا بيه. هو ديما حتى كانت مرات يعملوا صبر راء على افضل معلق رياضي لغير ذلك. كان نتذكر سي محمد بوغنيمه الله يرحمه ذات مره في ملعب المنزه، والله نذكرك تو، انا نعدي في الاذاعه الوطنيه وهو يعدي في التلفزه، ونتذكر المقابله بين النادي الافريقي ونادي محيط خرقنا. وكان سي عبد الوهاب درويش ربي يطول في عمره، صحفي في كان الصحفي المعروف الموثق الموثق والذاكرة الرياضية الكيلاني ومحمد العروي هو الأولاني. فأنا نعلق في الإذاعة الوطنية ولكن هو بعيد عليا ما نعرفوش أنا إيش قاعد يقول، هو يسمع فيه أنا إيش قاعد نقول من باب الطرايف في باب المنافسة وكذا. فمشى له سي عبد الدرويش قال له راك غلطت في الملاعبية خاصة نتاع نادي محيط خرقنا. فلما رجع بعد فترة الاستراحة قال لهم ما تلومونيش إذا كان أخطأت في بعض الأسماء، اما زميلي المنجي النصري على الاذاعه الوطنيه غلط فيهم الكل. توفيق الله يرحمه وينعمه. باهي سي توفيق، باش نهزك توا باش نهزك انت لحظات خذيناهم زاده من ارشيف التلفزه، وتحيه لقسم الارشيف الكل على الخدمه الكبيره اللي كل اسبوع متعبتهم راني برشا كل اسبوع، يعني نحاولوا في نهارين ثلاثه نحضروا الحصه. باهي باش نمشيو نشوفوا لقطات هكا زاده انت بتتخ ترجعك لحظات وذكريات معينه ان شاء الله. مباشرة مع صاحب الكأس وهذا التحقيق من بنزرت. كان تحدثنا سياسيين عن السياسة اللي تبعتوها في صلب النادي الرياضي البنزرتي. والله سي توفيق سنة معناها بالخصوص معناها الهيئة هذه معناها عملت اساسا على تشبيب معناها باش تلهى بالليجون. انظر مقراني سنه 1982 ساهم بقسط وافر في احراز فريقه ولعب قدم مقابله طيبه امام النادي الافريقي. السنه ما شاهدناش ماش راجع. يظل لي عده اسباب يعني كانت السنه جعلتني باش ما نكونش في الفريق يعني الرسمي. حضراتنا الدار الكرام مرحبا بكم في هذا العدد الثاني من رياضه وصيف. اليوم كما تعرفوا شكون عندنا ضيف رئيسي من النادي الرياضي الصفاقسي وهو السيد المنصف السلامي الرئيس الحالي للنادي الرياضي الصفاقسي، مازال هو رئيس الى غايه الجلسه العامه، تو نتحدثوا معاه على كل حال بعد قليل. وكذلك السيد يونس السلمي رئيس اللجنه الوطنيه للتحكيم وكذلك عناصر من المنتخب الوطني لكره الطاوله ورئيس الجامعة سيد جلال الزياتي. أبرز خبر في موفى هذا الأسبوع هو ترشح وتأهل النادي الرياضي الصفاقسي إلى دوري المجموعتين في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ويوم أمس وبعد جولتين في كأس ربيعة الأبطال الإفريقية الترجي يتصدر المجموعة ألف. كما تعرفوا تلفزة تونسية كانت تعاقدت مع زوز فرق هذوما وكان طالع خير وتواصلوا وواصلوا العمل وكذلك النجاح كان حالفهم ووصلوا الآن إلى دوري المجموعتين. نتمناو باش يفوزوا بهذا اللقب. مراوغة من الإمام، الإمام عاود على كرته، مراوغة أخرى وتشميد اللعب، ذكاء من الإمام، ذكاء من الإمام من هنا في البلد قبل هذا قبل الجزاء قبل هذا قبل الإمام، طارق الإمام لقب عارف الجزاء، الهدف 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 الثاني الهدف الثاني اللي بعد فريق التونسي، طارق الإمام طارق الإمام في سجل الهدف الثاني في 47 دقيقة لعب، 47 دقيقة لعب، وفريق التونسي يعطي النتيجة عن طريق طارق الإمام. الهدف الثاني الهدف الثاني هدف الترشح للسيول. هذا الفريق القومي التونسي يأمل بحظوظه يأمل بحظوظه ويتمكن في أرض المغرب بالرباط بالذات من تسجيل عن طريق قيدوه الفريق طارق المعلم. طارق المعلم يتمكن ويخلي الشبكة تتكلم مرة أخرى في الذهاب في المنزل ومرة أخرى في المغرب وزاد وتكي. C'est un fils.
هذه لحظات يستحيل تتنسى. هذيك التأثر حب والله أنا واحد من الناس ما كنتش بعد سمعتها خاطر وقتها غاديك ما فقتش بروحي لأن نبكي. أما ثم ظروف وخاصة الرهان نتاع المباراة هو يعني باش نترشحوا من بعد نحن عام 1960 ما ترشحناش للألعاب الأولمبية إلا كان 1988 وكان توفيق بن عثمان يعني هو اللي فاز وللأسف الشديد هنا يعني كيفاش ما مشاش هو مش فهمتني وعشنا يعني لحظات كبيرة برشا خاطر أنا وقتها مع اللاعبين في الرباط واللاعبين يعني قلقوهم برشا المغاربة تليفونات وفتيات يطلبوا فيهم فتيات وما خلاهمش يرقدوا يعني في الليل وكل انا شخصيا باش دخلت للملعب عملت ثلاثه مرات تور دو بيست نتاع الملعب الرباط اللي هو كبير برشا وطلعت سلقت يعني الحديد ونلقى وقت الشمالي منجي تعرفوا بالقدر هو وزير الشباب والرياضه المغربي الله يرحمه كلمته قلت له راني انا جاي تونسي وكل شيء كيفاش ما خلونيش نطلع قال مغامرات طلعت يعني تسلقت الجدار والحديد باش مشيت يعني في الموقع التعليق اللي حطوا هنا في الاكستريميتي من هنا بعد مشيره للكورنير وعشنا يعني لحظات والحمد لله يعني توجت وهذيك يعني بالنسبه لي انا تعتبر احسن ذكرى وخصوصا تونس يعني وطارق ذياب في النهار هذاك يعني قدم مردود طيب سواء بالنسبه للذهاب شفتهم مع الزميل رضا العودي وقت قال بونتو ما فماش يعني هذاك اسبوع يعني ما بيناتنا فهمتني والحمد لله يعني تونس ترشح جولي امام جولي امام هو اللي يعني كان قدم مردود طيب والى جانب كذلك نبيل معلول وثم حاجه حبيت نقولها فيما يخص يعني بالنسبه للبرامج سواء لحد رياضي او كذلك رياضه وصيف نذكر مره مع زميلنا يعني احمد الصالحي حيوا احمد الصالحي اللي عاوننا راه في الحصه بالضبط ما تعرفوا هكا حاول باش يعطينا لقطات باش نعديهم في الحصه ويختار لنا شويه حاجات هكا ربي يسامحني ربي يسامحني جست على احمد الصالحي واغلق القوس احمد الصالحي خلق نوع جديد بالضبط من الاستجواب معناه يلزم نستعرفوا له خلق نوع جديد من الاستجواب اما نوع جديد اول مره سمعناه في تونس واحمد الصالحي حاجه اخرى زعما الى جانب الاخلاق نتاعو العاليه وكذا كل شيء واللي ديما ديسبونيبل والكل يعني في رجل المهمات الصعبه نذكر انا وقت تلعب لاسبيرونس وستيف في الجزائر والحصه نتاعي انا مباشره في الليل والمباراة ما زادت كي وفات كلمت الزملاء أنا عندي شبكة علاقات كبيرة مع الزملاء الجزائريين وغيرهم العرب بصفة عامة فكلمتهم اش تعرف وقت كي وفات المقابلة بعث لي تصاور وما نعرفش شو وسطهم يجيك حنش يجيك كذا ما تعرفش شو ثم عديت الاستجوابات بصفة يعني مستر زعما جاينا من السي دي مباشرة للاستديو يعني والحمد لله أحمد الصالحي ما ثماش سحر كيما محمد علي في الكامرون ايوا سحر باش نرجعوا معاك كما مقبل هذا نحب رجاء اسكندر ومحمد علي انتم الكل تعاملتوا مع سي توفيق كل واحد فيكم كلمه هكا شنو تعلم من سي توفيق من سي المونجي من يعني خلينا هكا نشوفوا حتى نستني حتى نستني يعطيك رايي في سي توفيق عايشك سيدي عايشك ما يسالش برا تفضل نبداو بك انت نبداو بك عارف راك عارف ثم الجانب ما يعرفوهش التوانسه توفيق عنده معناها كفاءه كبيره في تامين نقل المقابلات وقت تبدا تونس ولا فريق تونس يلعب البر مش سهل راه باش توصل الصوره في الوقت وحكايه الحقوق وكذا ما هي سهله بالمره وتوفيق العبيدي وقت قال هو فكرني تو قال عندي شبكه تاع بالضبط قال ماهيش تاع علاقات مع الصحافه برك حتى مع الشركات تاع الحقوق وهذا بسبانيور وهذا مدرسهم وفي الاخر علاقات العربية وفي الاخر المتفرج التونسي يجيه الجيل المقابله بعد برشا الم وبرشا تعب وبرشا ستريس لاخر الدقائق السينال ما يخلطش نذكر كأس العالم نذكر خويا نذكر محمد علي توفيق قاتي كنا وقت اللي تسافر وقت سي توفيق رئيس مصلحة الرياضة تمشي أي بلاد تسافر لها تلقى كما قال سي المنظر كل شيء حاضر كل شيء جاهز سي توفيق يعاون برشا الناس الجدد كما حكى اسكندر قبيله وقت اللي دخلنا للتلفزة ما زلنا صغار سي توفيق وقف معنا برشا رازي كيف كيف تحيه لي زميلي وصديق اخويا رازي رازي الجزائري هو اكثر واحد قدر الحياه برشا قبل 2011 ديجا اذا كان مش غال تريزون قبل 2011 زيدهم بعد 2011 حبينا يكون موجود معنا لكن ما تحصلناش عليه ان شاء الله في فرص اخرى احنا باش نرجعوا لوكيد للاعلام الرياضي
ان شاء الله يكونوا فما زاده مجموعه اخرى من الضيوف. يبقى قامه من القامات رازي اكيد ما فما معناتها التوفيق مدام كلمه نقول عليه من احسن التجارب عشتها معها. انا نذكر 2009 اول سفره مهنيه قمت بها لعب متوسطيه بيسكارا في ايطاليا. ايطاليا كنت محظوظة الحمد لله معناتها واحد في الحاجات هذوما كنت الكرسي نتاعي مش نفس التوفيق في الطياره مازلت خايف اكثر من حبيب العجيمي سافر من عشق نزل له التالي يرعى شويه دونك انا مش نفس التوفيق يقول لي ما تخافش فما حد شيء. ملي طلعت للطياره حتى رجوعنا بعد جمعتين علمني اباجديات السفر ما يدخلش بالمعلومات كل شيء تلقى حاضر في التنقل غادي في اللغه مع كيما قالوا معناتها على مستوى التقني وهذا اللي خلاني ديجا نلعب متوسطيه الجايه اللي معايا لقاو كل شيء حاضر وانت اول بث يظهر لي تلفزيوني في كره طايره وحدتوني اكزاكتو مع كمال رقية سي توفيق بالحق شهدتي فيه مجروحه هو يعرف هو اخ عزيز وصداقتنا لليوم معناها قراب برشا لبعضنا ولليوم نستشيره في كل شيء حتى من بعد ما هو غادر المؤسسة التلفزه وفي الاحد الرياضي تقريبا اسبوعيا نتحدث ويعطيني ملاحظات وماهوش ايفيدون ويقعد يتبعني للاخر باش يعطيني اكل النقد نتاعو وملاحظاته. سي توفيق خدمت معاه برشا من الناس اللي وي من اهم البرامج دايوغ انا يمكن برشا باش يقولوا الاحد الرياضي وخدمت الاحد الرياضي مع قامات كبيره معني كان لي الشرف اني خدمت مع المرحوم صالح القادري وقتها ومعنا زميلي العزيز جرون بروفيسيونيل صالح القادري ورجعوا في الحصه اكيد لازم نحكيوا عليه. الشوط الثالث في الوديمات احسن وقت برنامج في الوحده كان سي توفيق هو المعد وانا في التقديم وهو معايا في اللغيات الذاكره نتاعنا بالحق معناها ما شاء الله عليك معناها نقول له ميموار تليفون لليوم سي توفيق تبارك الله معناها هو الذاكره نتاعنا وكان من انجح البرامج اللي انا عديتهم مع سي توفيق برنامج الشوط الثالث الى جانب التجربه المهمه في الالعاب المتوسطيه والنجاح الكبير للتغطيه نتاع التلفزه التونسيه في كاس العالم زاد نتاع 2006 ومن بعد في المونديال والكره اليد زاد كيف وكره اليد هذا هو هذا هو تواصل الاجيال سي المونجي بطبيعه هو انا ديما راهو كل جيل معناها ياخذ وقته وهذيك هي الحياه وهذيك سنه الحياه. بالعكس انا وجه تحيه لكل الزملاء والزميلات هي راهي كل انسان يمر بك التجربه هذيك انه انا وقت اللي بديت 74 75 مع السي طاهر مبارك ومع سي محمد بو خليفه ومحمد بوغنيم واسماعيل تريك ومختار بكور ومصطفى العيار وعزو السوسي نحب نذكرهم باش ما ننسى حد ورشيد البكاي ومسعود الزيدي وعلي سليم برشا تبارك الله العيادي ومنجي بن عطيه طله راهو نحب نذكرهم مش بالسهل وناخذوا وقتنا وتو جا وقت جديد فما معلق رياضي ومقدم واعلامي وعنده شخصيته وعنده حضوره اللي حتى بعد وفاته لتوا مازلنا نتذكروه كل ما نتذكروه نتذكروا معاه الضحكه ونتذكروا معاه قد ايه يثير فينا من احاسيس ومن بخفه روحه وبتميزه يعني بشخصيته. عرفتوني ذولي على شكون محمد بغنيم محمد بغنيم تحيه لي من اولاد التلفزة وبعد المواصلة. توريني بعده؟ خلص يا مرة صارت عاد هذيك مش في حصة تلولي شعري مرة واحدة طلعت لي شعري فسدت لك وجهها هاوي سيكون 100 متر تجري مليح مالا هكا يقولوا عملها شنو؟ شنو هاك يقول؟ ماكش مثبته من امورك انت؟ ليه مثبته عم راشد؟ مي راشد؟ خاطر مخلو الدين تعرف عم سي محمد شنو هي اللي فاتتك ولا شنو هي؟ ليه خاطر اول مره نحن نعملوا في التلفزه اللي خايفين شويه وعلاش تخاف الا انت؟ تجبدوا عليك مقحلة ليه ما نحن نجي نعملوا رياضه نحن ما عمرنا نتعدوا في التلفزه كلي. عمرك ما ريتني انا في التلفزه؟ لا ريتك ما عادش تدخل ما تعرفش اسمك ما تعرفش اسمك ليه ما واحد يدخل شوية والله يا غريبة باش نبدل معاك اللهجة انت توا خاطر كثرت لها شوية لازم شنو نعمل تليفون عبد الله هما متأمنين شنو نعمل تليفون كملنا يا عم الرجل وبعد نعمل تليفون كمل علاش كمل احنا عزيز سميش ارتجع انت وما فهمتش الحكاية قص لا لا سامحني عاد توا قلت لك سامحني وما عادش جي على حالي لا اخطاني يا اخي
عدسة ضربة جزاء انتقلت إلى منزل البطل التونسي في الوزن فوق الريشة كمال بوعلي، وبجانبي الحاج حسونة بن بوعلي، وبجانبه السيدة سبيكة زوجته، والد وولد كمال بوعلي، خوه معنا نسيبه معنا، بنات خوه معنا. نحن الآن إذن وسط أسرة كمال بوعلي، حبينا من في وسط المنزل هذا نشوفوا انطباعات هذه العائلة اللي اعطت للرياضة التونسية بطل من الأبطال. الزوز أحداث نعتبرها البطولة والفريق الوطني في كرة القدم هذا، وسيكون لنا لقاء بمرض محجوب. تقولوا مرض محجوب ولا وجه محسوب، معناها تعود به الجمهور التونسي في التلفزيون أكثر من يشوفه في الميدان، ولكن مجبورين باش نجيبوه. ما نجيبوهش وقتاش إذا كان الأمور ما فيهاش حتى معناها معناش ما ننتقده. إذا كان الأمور هايلة نجيبوه مرة نقولوا له شكرا، وإذا كان الأمور زادة سيئة جدا اتهنى رانا ما جبناهش خاطر معنا ما نقوله، نولي فيه حرج كبير. أما وقت بدأ الأمور مرة الفوق مرة لوطة، مجبورين باش نجيبوا مرض محجوب، وشكر نشكروه شكروه خاطر يلبي طلب. هذه بعض اللقطات مع سي محمد بوغني، وسي محمد بوغني وكان باش نختاروا له قداش قداش كان ضامر وقداش كان كل كلمه يقولها راهو راها لازم فما ميساج. محمد كان مقابله ماتش في ماتش، انه كان سي محمد يعدي مقابله هو بيد الجمهور يهتم بها اكثر ممكن من الفرجه في المباراه. سي توفيق قلت لي انت في الكاميرا كاشي كنت موجود، موجود معها صحيح، غادي موجود. سي توفيق كل صباح ندخلوا قبل البيرو سي توفيق نعملوا ساعه ساعه ونص نحكيوا على سي محمد بوغني الله يرحمه. سي توفيق يبدا يحكي لنا في التاريخ. والله نحن كان معناش ستريس، ولحد الان زمان الحمد لله تمتعوا بصحه جيده، راهو الرب فضل ربي قبل شيء، والفضل محمد بوغني على خاطر البيرو نتاعنا زعما ملي ندخلوا لنكملوا نحن قاعدين شبعه بضحك يعني. عاد هنا ثم زوز كاميرا كاشي صارت يعني، واحده وقتها هو ما تعرفه من احذاء النادي الافريقي معروف، جاوا عملوا له شعره في الحجامه نتاع الاذاعه القديمه، الاذاعه هذه فهمتني التلفزه القديمه. عملوا له بدالي، هو قال عملوا لي شعري ترشحوا حمراء وصفراء، حمراء وصفراء هو ما فيش عليه خاطر يلقاها حمراء وصفراء ما عادش تعرف صاحب العمله هذا. فهمتني. والمره الثانيه هذيك في نزل المشتل يا عم بيبليسيتي يا عم بيبليسيتي صافي هذه حاجه عاد حبيت نقول لكم ثم حاشين يعني صارت مع محمد بوغني ومع زميلنا الله يرحمه الحبيب هميمه. اي الله يرحمه هميمه كبار يعني، هو بشير بن عميد مصورين مصورين فنان. اي فنان. عاد ثم مره فهمتني هو ديما كان يحضر له يجيبوا العباد، جاء قال له نحب ناصر شوشان. اي غزر هكايا ما لقاش حبيب عجيبي ناصر حارس الترجي سابقا، الترجي سابقا فهمتني يلقى لاعب. عرفني سي قول يقفل بس تبع الغرزة يلقى لاعب زاد تبع الغرزة راني نحاول هذا هو يلقى لاعب اصبر لون في كرة السلة فهمتني عمل لها هكايا غزر له قالوا هذاك شوشان قالوا ما قالوش بيه طويل برشا قالوا لا هذاك زيد ما زلت كمل حاجه تفضل سامحني غزر هكايا غزر هكايا توا كيف هو يجذبه باش يقدم وحبيب عجيمي خايف قال لك اش عمل خاطر كان كيكا وتعرف اللغه نتاع بوغني وكل شيء حبيب هميمه عمل هكايا هو دوب ما كمل قريب باش واحد كل شيء وخليك كتب له ورقه وحط له اسم اللي بتاع اللاعب الباسكيت عرفت هذا باهي يا حبيبي باهي هذه بالنسبه لوحده. وثم مره مع حبيبه هميمه زاد كيف غزر قال له يا محمد احنا كل مدرب نجيبه كيما توا مراد محجوب مثلا كل مدرب يجيبه محمد بوغني في ضربه جزاء الفريق بتاعه يخسر ما يحصل قدر انك تقولها هذه برشا حكايات وبرشا حاجات ضامه اللي ما يعرفوش الناس على معناها مش كل الناس يعرفوا سي محمد انسان على ثقافه كبيره. اي سي محمد كان عنده برنامج في ار تي سي في الليل وقتها نقول احنا يمر هكا ترافيرسي دو ديزير معناها وتصير ثم مشاكل واحد يبعد على اللونتان وكذا يخدم في اذاعه ار تي سي اذاعه تونس الدوليه يقدم الكتب. سي الحبيب هميمه الله يرحمه وينعمه كل واحد فينا عنده ذكريات مع سي الحبيب الله يرحمه الله يرحمه سي محمد بوغني يقدم لي بون فوي معناها
المؤلفات الأخيرة باللغة الفرنسية، يقدم الكتب معناها، وكان يقعد في البيوفيت بتاع التلفزة ويبدأ يحاسب في اللي داخلين وخارجين على برامجهم بتاع البارح. ملاحظة كان تعلمتها من عنده، نهار زميل متعدي صحيت الشباب قال تجيب ضيف وتقص عليه بورتون صعيب محمد بوغني معنا ميتكلم وبين لي رومارك نتاعو بيرتيرون، قالوا تجيب ضيف وتقص عليه عيب معنا مي افيك سا افيك سا محمد بوغني خيارك تبدا صاحبه. صحيح صحيح بالحق رجي يسر، والله حبيت انا كلمه شهاده للتاريخ انه اللي ما يعرفوش سي محمد بوغني راهو انسان طيب الى ابعد حد وقلبه ابيض حليب ابيض الى ابعد حد. وانا احكي لكم طرفه وقعت في بيجا، الاولمبي بيجي كان في ظروف صعيبه وسي محمد بغنيم هو المعلق على المباراه، انا وقتها في الاذاعه وهو في التلفزه، فسي محمد محب الجمهور فالبيجي صفقوا عليه علق علق يا بغنيم، سي محمد نسي نفسه فسقط في المدارج وقت اللي واحد طاح توا كيما يقولوها بالدرجه ما حبش طاح سقط على الاسمنت المسلح، الناس جراو قلنا له سي محمد لاباس هما بالفرنساوي كما قال سي مندر، قال لهم نو فوزون فيت با يتيح محمد بوغنيم وما يتيح له لم تلبيش برا عاد وين تبقى هزوه على العناق بوغنيم يا حبيب كان حكم تاع كرة يد وحده تاع النخبة. فما حكاياتكم من حكاية على كرة اليد قال عليها سي مندر وسي توفيق، مرة في قصر المعرض وقت اللي كان الكرام معارض تسمع فيه كان قسم معارض في كل الرياضة ثم نهائي وفي النادي الافريقي وحسب هدف مشي وقتها والله يشكون سي فؤاد المبزة ولا بس منذر بن حمار وقتها وزير الرياضة قال له نحسب الهدف ولا طلع له للمنصة الشرفية قال له نحسب الهدف منذر بن حمار وقت النادي الافريقي وجمعية البريد سبيتيتي هاشم يا صغير اي وي رجاء برشا حكايات يظل كان باش نمشيو في الحكايات يحب لنا اليوم حصة أخرى هكا للذكريات الحكايات محمد بوغنيم عالم عالم آخر لا يتكرر ولا يتكرر والله خلينا نمشيو نشوفوا نمشيو معاك سي مونتي أنا مستعد نعطي وقتي لمحمد بوغنيم ما نجوش قلبك كبير لا عادي الجام الجام اعطيوني راس تفكروا اعطيوني راس معناها حتى التو الناس تقول ما تعرفش اللي هو عطاها محمد قال محمد بوغني وقابلت المنتخب وكر عاليه وما جابها في الشرق الاوسط سددها برشا الامارات جابها في عمان وزيدها محرز بن علي مع النادي الافريقي سي منذر خلينا نمشيو نشوفوا اكستري من بعض اللحظات اللي كنتي زايده ونواصلوا نحكيو يلا لحد بيالي المره هذه باش تتبدل التركيبه نتاعو علاش فما نخبيش عليكم بعض مقابلات في كره القدم ما اتممناش عمليه التركيب كما ينبغي خيرنا فريق الاحد الرياضي قلنا نحافظوا على التوقيت نتاعنا نجيوا في الوقت ونبداو الاحد الرياضي ولو مش بكره القدم خير ما نفسدوا لكم السهريه نتاعكم ومش ممكن في تلفزه تحترم نفسها مثل القناه 7 الفضائيه التونسيه. اهلا وسهلا مرحبا بكم في حصاد الاحد، حصاد الاحد اليوم قطعا اهم نتيجه فيه جاتنا من الجزر الموريس حيث شارك الفريق الوطني للشبان في السباحه في بطوله افريقيا للشبان، البطوله الافريقيه يعني فيها افريقيا الجنوبيه فيها مصر جزر الموريس ودول اخرى من عمالقه السباحه. قلت أهم نتيجة هي حصول الشاب السباح الشاب التونسي كريم الجرحاني على زوز ميداليات ذهبية البطولة دي البارح وفات تحصل إذن كريم الجرحاني على زوز ذهبية واحدة في الميتين متر واحدة في الأربعمائة ميتين متر على الظهر واربعمائة متر أربع سباحات وحقق لقب إفريقي جديد. منتخب 21 باش يبدأ اليوم باعتذار لفريق فتح حمام الغزاز البارح في حصاد الأحد قلنا نصر الهورية فاز على فتح حمام الغزاز نصلحوا معذرة فتح حمام الغزاز فاز في الهورية على النصر المحلي 3-0. نرجع المنتخب 21 بداية باش تكون بكرة القدم كيف العادة اليوم سعداء باش نقدموا لكم لقاء طيب نحبوه ياسر احنا على خاطر اللقاء يهم صنف الأصغر. اللقاء هو بين زوز مدارس عريقة تلقاو في نطاق كأس تونس الدور ثم النهائي. الصنف هو صنف الأصغر الزوز مدارس هما جمعية ريانا والنادي الأولمبي للنقل.
إذا وصلنا لفقرة كرة القدم، شكرا رجاء. وفي كرة القدم أيضا باش ننزلوا على منوال الرياضات الأخرى، بما أنكم كما شاهدتوا اليوم في الأحد الرياضي مديناكم كل النتائج نتاع الأقسام الكل اللي لعبت في مختلف الرياضات. بداية كانت كرة السلة ثم الكرة الطائرة، باش نمشيو توا كرة القدم وبعد باش نرجعوا مع رجاء وكرة اليد. في كرة القدم باش نجموا نحكيو، نجموا نقولوا اللي الترجي يقعد في الطليعة، الإفريقي يرجع للانتصار، هذا بالنسبة لي أعلى الترتيب. في أسفل الترتيب انتصار ثمين جدا لأولمبيك بنين خارج قواعد وتحديدا في الكاف. هويكا باش نقول لكم اللي توا راجي وسيمونظر قاعدين ماهوش مش عارفين لحد رياضي هذيا. لا انا متاكده هو مش راكي معاه. انا طلبيه العهد كبرت معاه. انا كان عرفت اللي ثم نهار باش يجي تستدعيني يوسف الصحراوي، راني ما لبستش المراوله هذوك. علاش؟ ليه وانت كنت تقول لسي توفيق هاك مغروم بالالوان وايه؟ انت زاد لقيناك الالوان الكل لبستها تبارك الله عليك. صحيح. شنو هو توا؟ فلعاني وقتها يظل لي الالوان. لا ما نعرفش. ولا تحب تبعد شويه على الوان معينه؟ شكون يختار؟ يبعد على هو 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 الشجاعه كانت اللي ما لبستش كرافات، خاطر كانوا اللي يقدموا الكل بالكرافات. انا اما زودت لها يظهر. راهو تقول زودت لها ما يعرفوش سي المنذر. ايوه راهو لاعب في الكره الطايره. اي راهي محمد لنا وهاجر زوجته لاعبه في الكره الطايره في المرسى. حملهم زاد المرسى حملهم وذاك وقتها ولا يحب المرسى من ذاك الاسد الهادي جبريلي الرياضي خويا يصفقون على جماعي. حمزه كيف كيف اخوه اخوه في البولي بول. لا اخوه حمزه في البولي بول اخوه اخوه هو حكم زاده. أيه. هو حكم مراقب. ماذا بيا زاده تحكيوا لي شويه على سيمون فيرج بنياني رجاء اللي تعلمتوا عليه في قناه 21 واكيد الفتره هذيك كان فيها زاده برشا ذكريات وكان كيفاش صعيب سيمون فير كيفاش كان معاكم في بالاخص في الايامات الاولى. اخزر لي رجاء انتم ما زلتوا راني نخزر له بعدين قول لي الحق عاد صعيب. لا مش صعيب بالعكس كان ما نكبركش برشا كان بونا بالحق معناه كان يتبع فينا من التفاصيل الصغيره الكل وتقريبا انت معناها مش كان الاعلاميين الرياضيين منشطي قناه 21 الكل كانوا ياثر في الناس الكل بالحق معناها سي منظر قام من القامات اللي احنا نفتخر به. سي منظر هو اللي كان انا شخصيا كان السبب اني دخلت ساعه التلفزه التونسيه. تتفكر سي منظر انا سنه رابعه معهد صحافه علوم الاخبار عندي ستاج في كتابه الدوله للاخبار وهو كان موظف في كتابه الدوله للاخبار ليه باداره انا ليه بها توا سبحان الله ليه الدور ديمه. سي منظر وقتها كان 21 بديت انا عام 94 بطاقه وين بطاقه الصحافه الرياضيه عام 94 انا ما زلت نقرا وبديت كان 21 انا مغرومه برشا برياضه كره اليد وكنت لعبت كره اليد كنت عاملة جمعية معناها من المؤسسين تاع جمعية كرة اليد بمعهد صحافة علوم الأخبار نعملوا رياضات الجامعية. أناش ساحل هذا؟ أنا عديت ستاج جمعتين في كتابة الدولة للأخبار وما اخترتش لا تلفزة لا إذاعة كما أصحابي الكل ما نعرفش مشيت حبيت هكا كتابة الدولة للأخبار وظهر لي هكا. حليت بيرو من البيروات معناها خاطر يلزمنا ندور ونشوفوا لي سيرفيس نلقى منظر جبنياني. قلت له مش أنت نتاع كانال 21؟ قال لي أنا هو. سي منظر قال لي عندي غومارك ما زلت اول كلمه بعد على السلامه. قال لي شنو؟ قلت له تو انت معناها قناه شبابيه وتحكي على السبور الكل وش بيك ناسي الرياضات المدرسيه والجامعيه تتفكرها؟ قال لي انت مغرومه انت مغرومه. قلت له بالطبيعه مغرومه انا لعبت كره يد في فريق معهد الصحافه وكنت نسكن في مبيت جامعي باردو ثلاثه كنت زاده في المبيت عاملين فريق نتاع كره يد. قال لي باهي تعرفش كيفاش اي تجيش تخدمها انت الحكايه. خزرت له انا شنو انا قال لي نهار الثلاثة فكر عندنا غينيون تحضر تحط لك اسمك وتجي وتولي انت تامن لي فقره الرياضه المدرسيه والجامعيه. أي. بكل معنى سبحان الله فاش جاء قدامي مدرج بنياني اعطيته الغومارك هذيك قال لي اجا اخدمها انت وافكتيفمون نهار الثلاثة انا التحقت بقناه 21 بعد خمسه سته اشهر من البدايه نتاعها والانطلاقه نتاعها معناتها في ال 94 95 اي لا 94 اما 94 اما اخر 94 العام هذاك وكانت البدايه
كانت البدايه مع سي منظر وفي فقره الرياضه المدرسيه والجامعيه ونمشي للبالي دو لافوار وانا كان الكاميرامان يجيني وانا نعمل في الماتش نعمل الانترفيو وانا بالتوني معناها خرجت من الماتش نكمل ونقول له اي برا اسبقني نبدل دبشي ونخلط نعمل المونتاج معناها كانت سي منظر توا سي منظر تشوف في تلامذتك وانتم الكل تشوفوا في تلامذتك في التوفيق في التوفيق سي منجي اي يعني اجيال زاده توا اليوم زاده ولاوا كل واحد فيهم شاد ثنيه فما اللي في تونس وفما زادة برشا اللي خارج في تلفزات تونس في تلفزات عربية اللي حيوهم الكل يعني موجودين ونتصور اللي الانطلاقة الأولى اللي كانت على قاعدة صحيحة عاونتهم برشا باش يكون عندهم الحرفية عندهم التميز باش يتميزوا في تونس أو خارج خلنا نعطيك سر طورة جاية من حسن أخلاقها معناها كأني أنا وراه أي هو اللي هذيك الحقيقة عايشك علاش الحقيقة عايشك أنا في نظري أنا رأيي أنا اللي سبب في تألقهم خاطر كانوا جديين في التعامل هو خاطر غرام من الأول كان الأخلاص الفلوس لا حد شيء لكن حبة للعمل غرام وكانوا يضحيوا من أجل الغرام هذايا نحن كنا كي نعملوا المونتاج في الفنتايام تحية اللي تعاملوا معنا الكل ونخص بالذكر نذير نذير جلال نذير جلال خاطر هو الخراني وعاوننا برشا نبداو في السلول دو مونتاج صغيرة واحد يمنطي والعشرين التالي باش نتعلموا ونحن جي طريقنا في السلول تاع الفيتيار كان 21 سبور بعد نص الليل الناس الكل تبدا مصبحه على اليمون معناها ضحاو معناها دونك ثم غرامهم انت توك تشوف معناها الناس اللي تعداوا ثم اللي جاوا ثم يمشوا قبيله سالت على زميله مدام محمدي بوتيتر توا ليلى المحمدي ليلى المحمدي معناها من القصرين خدموا من القبصة اي وخدموا معناها من تونس كامله من كامل معناها كانت حقيقه قناه 21 وذاعة الشباب ما كانتش بتاع توانسه كما قالت هي كانوا دي ستوديون دي ستوديونت ويجيو هذاك نرجع نحب نشكر صادق بعبان مره اخرى خاطر عطاني الدمان في يدي معناها نتذكر جاوا اعز ناس اقرباء ليه يحبوا يخدموا في الرياضه قالوا بشوفوا منظر جبنين احقاق الحق ايضا عواطف حميده نعاود نرجع لها الله يرحمها كل حصص كبيره عملناهم تاع الرياضه اللي في كادر 21 اكل التوال اكل لابياج موزيكال كل فكره عواطف تتفكر انت بالله يا منظر نذكرك في حاجه انا على خاطر انا كنت في قناه 7 وهو في قناه 21 نذكر مره انا جاني منظر قعد بحذايا في البيرو خاطر ساعه نسقوا حاجات نحن ناخذوهم وثم حاجات اخرين تاخذهم كادر 21 عاد راني انا كيفاش ندخل غاديك كيفاش نخدم ورا بعض ومنا 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 ومن بعد مشينا وقتها مع صادق ابو عبان يذكره بالخير ولا هو مدير قناه 7 عاد دخلنا بحذاه غزر له منظر قال له يا ولدي الرافي السيد كيفاش يخدم كيفاش تخدم لتوفيق العبيدي قالوا اكثر منك يخدم برشا بصراحه يا خويا زيد عاونه بالضبط وحاجه اخرى يعني بالنسبه للزملاء اللي التحقوا اللي كانوا في قناه 21 كيف عبد الرحمن العش وحسني الزغدودي وغيرهم وعبد الخالق السعداوي الله يرحمه زاد كل شيء كلهم في قناه 21 ليه اي لا مش معايا مع وحده مش مع وحده يقولي يقولي بلال العلويني زاد بلال العلويني اما هو خدم معايا انا بعد خدم معايا انا ربيع الحوري ربيع الحوري تاع الشباب ومن بعد جا معايا هو رئيس مصلحه الرياضه هو ديجا وقت كيف هو ترسم هو مع مجموعه وقت معايا انا فمنظر ديما يجي يشجع يقول لي هاو ننصحك بواحد كما يقولوا مثلا عبد الرحمن العش راهو في الرياضه العالميه راك ما تلقاش كيفه راك كذا 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 ولا حسني الزغدودي ولا حاجه وكان يدعم فيهم يعني باش بعد مشكل اللي حب يقول لك ناخذهم انا وخليهم عندي انا كل شيء لا خليهم ومشاو في فضاء اقوى يعني به رجاء خلينا نمشيو توا نشوفوا شويه من انت بديت قلت لي قدمت لحد رياضي مع سي صالح القيدري الله يرحمه جوست عام بعد ما دير الرياضيه كانال فانتيان التحقت باللحد الرياضي بفضل نقولها ونذكره بالخير سي عبد الحفيظ الهرقيم وقتها هو البي دي جي نتاع التلفزه وشد صحيح هبط مره للفيتير قال لي انت العام جاي باش تكمل لحد الرياضي لحد الرياضي ما حبيتش لحد الرياضي في شيخ البرنامج نتاعي نعد ونقدم واول مره نقدم سبور ديريكت مدارج رياضيه عامله عليه جو ما زلت فرحانه به عام 95 سنه الرياضه المدرسيه والجامعيه هذاك علاش عملوا له البرنامج هذا اللي انا سميته مدارج رياضيه قل لي انا قلت لك باش تمشي للحد الرياضي اي بان انا كي مشيت لحد الرياضي نبكي أنا يعني نبكي يعني خاطر لحد الرياضي طردوني من التلفزيون محمد علي زاد قدمت لحد الرياضي اسكندر قدمته لحد الرياضي وباش نرجعوا نشوفوا شويه من لقطات زاد لكم انتوما خليني نمشيو معاك رجاء ومن بعد نحب نكمل كونديكتور اي عندك الحق عندك الحق عندك
القروان الشبيبة أكدت صلابتها على أرضها 3 مقابلات و3 انتصارات، وفي الكاف الأولمبيك لأول مرة يسجل وقدام جمهوره وينتصر. مشاهد هذه المقابلات نشوفوها مع الزملاء رشيد العيادي، نبيل تليلي وبوطيب المرزوقي. إذن نتائج التنمية الرياضية، ونبدأ كالعادة بالعمود الفائز لهذه المسابقة رقم 10، النادي بنزرتي الترجي الرياضي قاطع ومقطوع، النادي الصفاقسي النادي الإفريقي 2، سي محمد الكناني فائز في الأسبوع الفارط يجي يسحب لنا فائز هذا الأسبوع بالجائزة الثانية أيضا. تفضل سي محمد. أوكي رجية تخلط في التخليطة متاعها وكأني مناقص كان مش تهزي الورقة. التهمة يا فيصل عليه. إذن الفائزة الثانية هي رفيعة شوشان من قليبيا، نفرح كي تجيب نية أنا. الهلال الرياضي يقعد متصدر الطليعة بعد تحقيق الانتصار سهل أمام الجمعية النسائية ب3 أشواط نظيفة. نادي تونس الجوية ينهزم في تونس أمام الشبيبة الأولمبية بصفاقس 3 أشواط مقابل شوطين بعد لقاء قوي. ونادي صفاقسي والسعيدية الرياضية، اللقاء هذا ما تمش نظرا لغياب السعيدية الرياضية. نعود ونرجع احنا لاجواء الفرحه، نقص شويه نتصور خير اجواء الفرحه. كيفاش عاشوا احباء النجم الساحلي فرحه التتويج من خلال الفضاءات الخاصه مع وسيم الحناشي، نبيل خيرات ونجيب الورغي؟ مرحبا بكم في الأحد الرياضي. أدركنا الجولة 20، 6 جولات قبل نهاية الموسم الرياضي الاستثنائي الحالي. ما زالوا في الحقيقة هما 2 مباريات قاعدين يدوروا في الجولة هذه. مباراة انتهت اللي بين نادي الإفريقي واتحاد تطاوين، والمباراة الثانية ما زالت تدور باش يمشيو دوبليكس المستير والرادس، لكن مباشرة يمشيو الرادس مباراة النادي الإفريقي واتحاد تطاوين اللي انتهت حاليا بالتعادل هدف لهدف. وأكثر تفاصيل مع زميلة عاطف جبالي، تفضلوا. رجاي توا رجعتك للبدايات 96 هكا. سي منظر خلي نسيتك كيفاش كنت صغيرة. ايه نسيتها كيفاش كنت صغيرة؟ ما زلت صغيرة رجاي تبارك الله عليها. اي ليش نو اي مازلنا صغار. رجاي السعداني. ايه. خاطر اللي الناس ما تعرفوش معناها يراو الابتسامه والجمال اللهم صلي على النبي عليها، معناها كاين كل شيء سهل جالها. لا لا كانت تتعب برشا رجاء، معناها نحكي لك انا مثلا وقتيه في الاحد الرياضي اش كانت تطلع للبيرو قبل الحصه باش تبدا تحضر، حتى مش معايا وقتها مع المرحوم ومع فيصل باش تحضر وبالكلمه وتراجع الناس الكل بالكلمه، معناها يظهر تو الكلام كانه سهل تقال. ريت الكلام هذا فقط الفضل اللي شكون يرجع فيه للمرحوم عبد المجيد بن اسماعيل اللي كان واقف معايا لحد رياضي مع سي صالح، معك انت سي منظر ومع رازي زيدا تنسيق. يقعد يتبع لا نهار لحد الصباح عندهم 10 خاطر يخدموا بجريده الصحافه مع بعضنا في الصحافه المكتوبه في جريده الصحافه ومتبعني ويتبع ويعطيني الارقام ويعطيني لي دوني نتاع لي ماتش الكل ويتبع الماتشوات ويعطيني فريمون. هذاك الانسان الله يرحمه وينعمه الله يرحمه وربي يفضل له الاولاد ويفضل له حمزه اللي ان شاء الله يشد الثنيه. عبد المجيد بن اسماعيل عمري ما ننساه وعمري ما ننسى ايش قدم لي انا شخصيا في الاحد الرياضي. احنا تو من لي زيكستري اللي شفناهم شفنا زاده التمشي من رجال رجال سعداني ملي كنت تقدم ثنائي بعد وحدك في الاحد الرياضي، تجربه الاحد الرياضي كيفاش كانت؟ والله ما عنديش برشا تجربة تحكي على التجربه الاخرى. انا قلت لك انا ما عملتش اخرى وحدك كانال 21 عملت عام ومشيت للحد الرياضي مع سي صالح المرحوم استاذي العزيز صالح القادري اللي من القامات اللي ما نجموش صالح القادري معناه نعرفوه اتليت كبير نعرفوه عمل البرامج الكل، عمل الاحد الرياضي عمل السبت الرياضي الاثنين الرياضي كل الرياضات تبارك الله عليه، معناها كان ملم بكل الرياضات وكان ايضا من الناس اللي دعموني في الصحافة المكتوبة، وكنت مشيت كان هو رئيس قسم الرياضة بدار لابريس وجريدة الصحافة وخدمت معاه لسنوات في الجريدة، وكانت البداية للصحافة المكتوبة كانت مع سي صالح القادري. قلت العام هذاك بديت
تقريبا فرضوها عليا. صالح القادري صدقوني اسبوع كامل الله يرحمه يكلم في بابه ويقول له اقنعها ما تخافش عليها، راي بنتك خايفه ما تحبش تجي لحد رياضي. نبكي نقول لهم خليوني في مدارج رياضيه. وعلاش نبكي؟ نبكي خاطر نقول سي عبد الحفيظ الهرقيم كان انا نقول ليه تو يطردني من التلفزه، يقول لي يا اخي على كيفك انت تحكم ولا عندك راي ولا يعني. ومشيت لحد رياضي ولقيته هو ولقيت فيصل شعبان العام هذاك، ثم معناه في عمر صغير وقدم اكبر برنامج رياضي في تونس. هو انا تو بشي راني كنت نتبع في قامات، كنت نتبع في 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 روف بن علي، في في محمد المدب، في حسين الوادي استاذي سي حسين برشا مع بعضنا. لحد الرياضي كنا النجم نقولوا هو كادو امبوزوني. نعرفش انتم زيدا سورتو توا صحيح تصحوا توا ولا توا لحد الرياضي مش ساهل. السؤال هذا قلب القدير جاي خاطر خدمه قبل وخدمه توا هي الوحيده فينا اللي خدمه لحد الرياضي قبل وتوا. توا اصعب برشا عام 96 مع صالح القادري. شوف هو قبل ما نحكي تجربه حبيت نعطي فلاش للرجاء خاطر هي انسانه واقعيه وهو راهو الانساء اللي خدمه في الرياضه في التلفزه التونسيه ماهوش برشا مع رجاء سهام سهام العيادي رصف مع الاسف توا ثريا وهدي المزوغي دونك الاسماء ماهوش ألف عياش زين المليكي اللي راهي بدات الرياضه ولا زين المليكي لحد رياضي قبل معناتها جبتوا حديث قبيله وقلتوا كانت امراه تمشي تعمل روبورتاج في تيران توا ما عادش في الفوتبول نحكي حتى في اللي ديسيبلين الاخرى ماذا بينا حتى في سبور انديفيديوال بر توا فما صعوبه كيفيه استقبال الجمهور للهزيمه. جمهور توا البعض منه خلينا نقول نكون واقعي نسبة كبيرة ما عادش يقبل الهزيمة دونك ردة فعل الجمهور هذه ردة الفعل يعني وها الكل اسكندر لفظيا توا لا لا قبل ما كان قبل كان ماتش قبل ما كانش فم توا على عين المكان كلام معناتها ما يتقبلش توا الرجال نقبلوه لكن المرأة مانيش عارف شنو شعورها تبدا في تيران الكلام هذاك الكل هذا في جرة عدم قبول الهزيمة توا اصعب حتى في الاحد الرياضي كيفاش تحط الماتش هذا قبل الماتش هذا حقرتنا وين نحقرك يلزمني نحط ماتش قبل الماتش ما نجمش نعديهم الكل فرد وقت الماتش هذاك دقيقتين هذا دقيقتين ونص وصلنا عملنا ترتيب نتاع اولويات هذا اللون في الترتيب قبل او بالقرعه دونك راهو ارضاء الجميع غايه قبل كان فما تلفزه بركه الناس كل تفرج فيها الناس كل تتفرج في مباراه واحده مباشره توا يتفرجوا في برشا مباريات مباشره كي الناس تستنى لحد رياضي باش تشاهد الاهداف نتاع الفرق نتاعها توا يشاهدوهم كل كلمه بحسبها ما بعد ما تشوف المباريات توا الصعيب كيفاش تخلق فكره باش تنجم تشد بها العباد باش يتفرجوا على المنافسه لحد الرياضي قبل كان وحده وقبل كان تشاهد مباراه واحده في المباشر توا عندك المباريات الكل في المباشر عديد البرامج عندك توا وسائل التواصل الاجتماعي عندك انترنت عندك الديجيتال توا الصعيب وحتى الانديه زاد عندها الانديه وذاك علاش وذاك علاش التجارب نتاع لحد الرياضي من بعد الثوره لتوا ديما الناس الكل تعمل عام عام وتمشي مش الناس الكل فشلت لا 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 الناس الكل عملت عام ومشيت وفما اللي عمل شهر وشهرين ومشى مش الناس الكل فشلت رازي الجنزوعي اللي هي كانت رازي بعد الثوره جاء عمل عام ومشى وعاد جاء عمل وعمل على بعد الثوره ولا اصعب بعد اصعب اصعب ثم ثم طبعا ثماش برامج رياضيه تقريبا في القنوات الكل معناها تقريبا معناها عندكم برامج رياضيه موجودين لا 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 نحكي حد رياضي وكوره وواحد حد رياضي مرتبط كانت عندنا برامج رياضيه اكثر من توا احنا قعدنا مركزين ومع هذا ومع هذا الحديث عن الرياضه في هذا الوقت امر صعب جدا الناس كل تفهم في الرياضه والناس كل عندهم طرق نتاع التعبير اللي انت قلتها معناها التواصل الاجتماعي فيسبوك اساسا وكان الكلام اللي يوجع كلمه بحسابها تو كلام اللي معناها كل واحد عنده كرامته وعنده قدره وعنده عائلته وعنده اصحابه ثم ناس ربي يهديهم يلقاو باش ينقدوا كان بالكلمه اللي تنتقد اللي تحب وتحكي في اي موضوع الا في الرياضه ديجا فما فنانين فما سياسيين ساعات يجيو ريتوك يشدني من يدي ما يفهموش برشا ما يفهموش برشا ويجيو يضحكوا على الرياضه ويجيو يدخلوا باش يحكيوا في الرياضه وبعد يقعدوا يقاسوا الجماهير فريقهم الفريق ينهزم ما يحملوك المسؤوليه وما عندكش الحق تقول حتى كانوا الاعلام يضيع في لانتي ولا صفر عندنا ياسر معناها نحكي انا في المجال الرياضي ثم معناها نقول احنا بيت ركن عرسه من اللي هو المتفرج ولا ما عاد يقبل من عندك كان الكلمه الطيبه في حق جمعيته تدخل صفحتهم تلقاهم ينقدوا المدرب ينقدوا اللاعب الفلاني كان انت سولونتان تعطي نص نقد
ما يقبلوش منك سكرم صح. واكثر من ذلك يا منظر انا نحب انا وقت اللي دخلت سي تان بروبليم التلفزه بديت في التلفزه جيت من معهد الصحافه من ستاج معهد الصحافه بقيت راجي تقدم في الاحد الرياضي مع رازي وقتها مع رازي بلا تحكي لها على الصعوبات نحب راجي تحكي لنا الدرجين الاخرانيين مع رازي في الاحد الرياضي كيفاش كملهم نتذكر وقتها معاكم ربيع وبليل وتجي الضحكه ورازي عنده الفورير ويهبط تحت الطاوله ويبدا يعمل الرجاء هكا يضحكنا رازي ويخليني انا سوغونتين تصرف يعمل لها هكا صارت لنا برشا ترايب مع كذب بن مراد زاد تحيه لي تحيه لمراد كان فولي بليل ربيع باسكيت وبليل هوند بول باسكيت وعبد الرحمن عبد الرحمن رياضات خلاص الاحد الرياضي كان الرياضات الكل سيمون شباب تكلموا كل مع بعض اللي تحيه خاطر باش ننساو عباد وعيب نخرج من والله باش ننسى الدار هذيا اش خرجت كفاءات بارك الله اش خرجت ولو احنا في وقته ما عرفناش اللي هما الكفاءات بعد كي مشاو كي مشاو قنوات اخرى ولا كي كملوا فهمنا اللي هما الكفاءات وخساره ما عرفناش في وقته اي بالضبط ساره ما عرفناش في ربي سامحني نجموا نحكيوا على المنجم النصري من غير ما نحكيوا على خليفه الجبالي اي لا لا انا بك قبيله ذكرناه خليفه ما ذكرناش حد اللحظه دي وعماد بن عماره معناها ناس راس وراسلين تفر الخضيري من السير ومهدي حسن الله يرحمه نرجع معاكم سامحوني بركه لازمني نتعدل اصعب فتره في الاحد الرياضي هو عداء ربيع البحوري علاش؟ وقت الثورة بالضبط وقت الناس مش عارفين ايش صاير في الشارع هو يجي هو ورستم الشريف والمرحوم عبد الخالق السعديوي ثلاثة وحبيب العجيمي حبيب العجيمي وحبيب العجيمي كانوا هما موجودين وقت الناس ما تعرفش لي ديتاي هذوما وتعدى لحد الرياضة والرجعة بعد الثورة نحب نمشيو شوية توا تحية لسي صالح القادري في بعض اللقطات هذه ومن بعد مواصلين معاكم محمد علي واسكندر Quelles sont les impressions de M. l'entraîneur sur cette rencontre face à la Tunisie? Какое ваше впечатление о встрече? Мне игра очень понравилась. Quels sont les joueurs tunisiens qui les ont plus impressionnés? Какие игроки из сборной Туниса на вас произвели? Так, Ранти? Эй. Фана Касп? Седси. Она одет сизиям, или? Эй. Утвафах бендераса у Риада? Бук и Шаджак? Эй. ثم الباز يعني كيفاش يوقف على ساقيه كيفاش يهز يديه مش تو انسان ما يعرفش حتى يوقف على ساقيه يطلعوا فوق الرينج يلعب يتيح ولد الناس ولا ثم برشا ناس اللي ما زالت ناقصه ظهر لي حتى القانون يمنع ذلك القانون يمنع حضرات المشاهدين الكرام اصدقائي الرياضيين مرحبا بكم وشكرا على اختياركم القناه 7 لمتابعه هذا العدد المتجدد من برنامج الاحد الرياضي تحيه اعجاب الى منتخبنا الاولمبي لكره القدم اللي حقق اليوم انتصار ثمين على نظيره الغيني في إطار الدور الأخير من تصفيات الألعاب الأولمبية مرحبا بكم إذن بداية موفقة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد في البطولة الإفريقية اللي انطلقت يوم الجمعة بالبنين منتخبنا فاز في اللقاء الأول ضد التوغو 37-16 في اللقاء الثاني انتصر على نيجيريا ولو بصعوبة 23-22 واليوم فاز على كوت ديفوار بنتيجة 30-21 في كرة القدم وفي اللقاء المتأخر بين نادي الإفريقي ونجم الرياضي الساحلي لحساب الجولة 7 للبطولة الوطنية ألحق أمس الإفريقي بالنجم الساحلي هزيمته الأولى وهكا أعطى انطلاقة جديدة للسباق خاصة بالنسبة لفرق الصدارة اللقاء المتأخر الثاني بين الملعب السوسي والنادي الصفاقسي انتهى بالتعادل هدفين لهدفين وإلى ذلك الحين أتمنى لكم الصحة والعافية بداية أسبوع نشيطة وأصبحون على خير الله يرحم سي صالح القادري الله يرحمه التوفيق حبيت نقول لك بالضبط أنا بعجالة يعني هو قبل كل شيء معلم هو أصلا ثم عداء وبطل تونس ثم خدم في الجرايد خدم في محطة جريدة الحرية وخدم معايا زاد وقتها أنا بلادي مع منصف بن سعيد وفي الصباح وفي الصباح زاد كتب يتعامل ثم بعد يعني جاء الإذاعة والتلفزة
وعمل كل شيء في الإذاعة والتلفزة سواء الرياضات الفردية أو كذلك الجماعية، وعدى حتى مباريات ومشى مع الملعب التونسي اللي كان أول فريق عربي وتمشى معه الجدة عام 1980. وحاجة أخرى يعني عنده أخلاق طيبة طيبة جدا. أنا نذكر يعني هو اللي كان قبل وقت مع رجاء وفيصل شعبان كان هو اللي يشرف على الأحد الرياضي، ومن بعد الإدارة أعطتني أنا يعني في نهاية الموسم وصلت أنت بعد أنا بقيت نشرف على ونعد البرنامج هذا. يعني إنسان طيب ويعاونك ويهز التليفون ويكلمك وكل شيء باش تعرف قداش تظلم. سي صالح القادري خصاله وتيبته، وكان إنسان زادة بروفيسيونيل، وكانت عنده ميزته. شنو هو الميزة متاعه؟ شوف لا يغرنك طيبة الأخلاق. المرحوم كنت قريب له صالح سيد كبروديكتور، ما عندكش فكره اش تعارك مع الجمعيات على شبي صحافي ما تخلش ولا ليكيب ما خلوهاش تدخل، ما عندكش فكره. معنا كان انسان يخرج من سينته، معنا يولي معنا حقيقه تقول هذا صالح معنا على الخدمه. يا مان فري بروفيسيونيل بروفيسيونيل حتى في الجريده وصل، خاطر هو اللي امن لازم نقولوها في تاريخ صالح، هو اللي امن انطلاقه لا بريسوار ثم التجربه بتاع صحافه المسائي عملت هو والمرحوم حسن المكي سلم بعضهم كانوا لاهين بالصفحات الرياضيه كان يكتب باللغه الفرنسيه عليه ونتعدي الله يرحمه سي صالح. انا عشرته وانا كنت عاونته وقت اللي يدخل معنا في الصباح، ويتذكر ستار سيسي تحيه ليها وتو يتفرج مع الاخوين حسن وحسين عطيه في الصباح يرحمه. سي صالح نجم نقول لك جمعه فاوعى ورياضي قلبا وقالبا الله يرحمه. معناها الله يرحمه به سي صالح القادري تحيه ليه، هو اكيد كل واحد فيكم نعرف شفتك تاثر رجاء نعرف كونه الصور هذه تنجم تثير فينا زيدا اكيد كل واحد فينا يشوف الناس اللي يتعلم عليهم. حبكش تبكي عاد رجاء به انسان عزيز عليا برشا وكان قريب لي برشا، معناها حتى الاسبوع اللي مات فيه كان يكلمني ويقول لي ما تخافش والكورونا وتتعدى وما عندي حتى شيء. ولا هو زوجته هو زوجته وانا تكلمت كلمته حتى انا وانا سبورتيف قال لي ونعمل الماغش وما تخافش عليا. معناها جاتنا صدمه الحقيقه الله يرحمه الوفاه نتاعو الله يرحمه وينعم محمد علي. باش نرجع معاك اكيد مسيرتك يعني تبارك الله مراحل زاد انت تعديت بها من 2005، لكن فما حاجات اللي عشناها مؤخرا في السنوات الاخرانيه نرجعوا للكان لحظات الحلوه اللي توانسه وقتها اكتشفوا محمد علي واحد اخر هكا ولا جانب اخر ضمار تفدليك زيتنا في مغامرات حتى اللي ما يفهمش في الكره ولا يتبع اكزاكتومون تبعوا اللي ما يفهموش اكثر من اللي يفهموا. خلينا نشوفوا شويه من اللقطات هذه وبعدها جينا العشية لهنا تقريبا نتاع الخمسة نتاع العشية هكاكا والناس تحذر واستعدادات كبيرة، أما بصراحة ما تصورتش باش نلقى العدد هذا الكل. معناتها بصراحة كل شيء استثنائي هوني في الـ في الـ في الكامرون، كل شيء عندهم استثنائي. هاو بجنبي شقيق فاسون أبو بكر. Vous êtes le frère de Vincent, c'est ça? Oui, je réponds au nom de Michel Dior, je suis le grand frère de Vincent Boubacar. C'est votre fierté maintenant, Vincent? Oui, c'est une grande fierté pour nous, pour tout ce que Vincent fait pour le moment, pour le Cameroun et pour la CAN. هدف للمنتخب الكاميروني في المباراة. الحمد لله والحمد لله وجهك مبروك عليهم الحمد لله. غسلهم الخشخاش. عندهم فاز وجه مبروك. الحمد لله. غسلة وتعديت الحمد لله وجهك مبروك. ولا انا عملوك دربوك انت غاكل. اها طلع رجول بوت طفي الذنب. بعد الكليشيه توا السويا والسويا عندهم هوني من المنتج الى المستهلك. هاو هوني العليلش يربيو هوني العليلش ما يشبهوش برشا للعليلش نتاعنا، يتذبح العلوش عندهم ومن بعد يمشي للمطعم اللي ماهوش بعيد برشا على فين يربيو. وحومه كما قلت قبيله في حومه شعبيه زوزه الكليشي والسويا تلقاهم في حوم شعبيه اكلات شعبيه ما تلقاهمش في مش خايف ماشي غادي الكل يجي السويا
يا سي مراد والله خايف والله يا سي مراد. يسمع فيه ما عندك حتى فكرة على تشوفوا توا كيف فيا أنا واللي ورايا؟ ما عندكم حتى فكرة على اللي ورايا الكاميرا ورا أنور قداش دايرين بين عبيد؟ وبالحق حاجة تخوف. فما لاباس لاباس إن شاء الله. كانت هذه جولتنا اليوم رازي في دولة إن شاء الله، في انتظار إن شاء الله غدوة حاجة كبيرة برشا، وحاجة يمكن تاريخيا نجموا نعديوها في التلفزه الوطنيه، ويمكن يكون معنا ضيف ايضا تاريخي اول مره نشاهدوه في 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 تلفزه تونسيه، ولا يمكن حتى في تلفزات عالميه. ان شاء الله قاعدين نخدموا على الحاجه هذه، وان شاء الله نتمكنوا انه غدوه ان شاء الله يكون معنا. هذه أكيد محمد علي لحظات ما تنساهاش. أما لحظات يسر خليني عتوا أنت يزمك تولي تتبع في الرياضة وجماعة يزمي تسحقوا رأوا المنتخب الوطني للهواس تقول أن أنت دين بلايش ضد العراق. كملنا خطر العراق ولا ان شاء الله يربحوا علي رقوي. كيفاش يقولوا في المناسبات كيفاش يقولوا سي المولى؟ نحطوا لي لاعيد اعطينا ان شاء الله نرشحوا نحطوا ان شاء الله ان شاء الله نكملوها بتاع رشح. عاملين هكا نهار لحد يلزمنا نكملوها بتاع رشح في الالعاب المتوسطيه. اي ونهزوا في الميداليات. هو كان في الاستوديو ونحن على عاد نقول له اعطيه بيت شعر. اي اعطيه بيت شعر الابطال بتاعنا الكل مركل عليه. يعطينا عطينا ما كان جماعة كرة اليد وقتها وكذا تاج على رأسي كتاج وحمام وسام وكذا. هو الشعر ياتي في وقته وراه. الشعر ياتي وليد اللحظة. أما فرونشمون كيفاش دالي يعطاه قلبه يدخل بالطريقة هذيك؟ اي ليه انا قلت بربي دالي ما خفتش كيفاش احنا في ديارنا نتفرجوا خفنا عليك برشا برشا. ورازي شيخ عليك زي رازي الحمد لله ربحوا لعملوك دربوك دربوك شي متشمت هو خالي مش خايف. ثم هي بدات بتفادليك. احنا مشينا وقتها ما عندناش حقوق البث، اول مره نمشيو بطوله افريقيا ما عندناش حقوق بث، ما نجموش نصوروا مباريات، دونك لازمنا نخلقوا حاجه جديده. بدات بتفادليك الحلقة الأولى الثانية، وبعد وليت الناس تسأل نشوف فيهم في ريزو سوسيو زعما اليوم شنو باش يعمل محمد علي، زعما رازي ومحمد علي باش يحضروا اليوم. وليت اكزيجونس رازي كل يوم يهز تليفون الو دليل اليوم اش عندنا يلزم نطلعوا حكاية، وما غادي بدينا نسقوا مع بعضنا كل مرة تطلع حكاية. والحمد لله تعديت برشا حاجات باهينة، ما برشا خوف وبرشا تعب برشا والحمد لله المصور اللي معاك انور المغراوي اكزاكتومون كان خدم خدمه كبيره برشا انور المغراوي. الله يرحم والدته حلقه السحار كنت تشوف البلاصه التوانسه اللي باش يهزونا ما حبوش يدخلوا ما زلت رد بالك بلا سي توفيق العبيدي يحكي على العروي الله يرحمه. أيه. قال لك حتى في الرياضه كان يحكي قصه. اي وطور راهو معناها حتى في كورسه نتاع 9 سكوند يلزمك تحكي قصه. أيه. من اسباب نجاح محمد علي خاطر رجعنا قصه ولا تم سوسبانس مش حكي مش يعمل فما حكايه بعد. معناها تنسى اللي انت في الرياضه قاعد في الرياضه سي با فاسيل راهو فيدون. علاش انا نصور خاطر كان يبدل لونجل كان ما يوريش وراه اك الكادر هذاك كان جا خواف كان جا خواف معناها هوني. علاش قلت لك ولاد الدار هذيا مع كامل احترامي واعترافي للكفاءات اللي في القنوات الاخرى، لكن لهنا الجديد يخرج من هنا. اكيد ياسر قبل ما تمشي للسكاندل نعرف عندك برشا وقت ما نجمش ما نشكرش الناس اللي تعلمت عليهم القدوه نتاعنا الناس الكل هنا في البلاتو رجي سي توفيق سي المنجي سي المنظر الناس اللي علمونا من الاولى ابتدائي اللي تخرجت معهد الصحافه الاستاذ نتاعي سي حسين الوادي اللي قراني في معهد الصحافه اول واحد اعطاني فرصه التقديم بعد الثوره في التلفزه الوطنيه وامن بيا من نهار اللي جاء قال لي راني تفرجت فيك وقت اول مره طلعت بلاتو مع ربيع وما ننساش خويا وصاحبي وصديقي وشهادتي فيه مجروحه برشا رازي القنزوعي انسان اللي انا مدين له باللحظات اللي خدمتها الكل وباللي انا فيه اليوم فانه الفضل فيه يرجع رازي اللي بديت معاه. جيت كما قلت ستاجير من معهد الصحافه بديت في الاحد الرياضي عملت جمعتين
جاني هو وبلال بلال العلويني هذاك بلال العلويني مشى حكى مع رازي وجاني رازي قال عليك ما تكملش انا بديت مع وجاني ليانا وجاني ليانا الغارديان تاع مانشستر وبلال كان يتبع في الهون باش نرجع ندخل التلفزه خدمها بلال بديت استاجير في الاحد الرياضي وصلت قدمت الاحد الرياضي وتحيه رستو ومشريف وشكيب اخويا اللي خدوا معايا في الاحد الرياضي نسمعكم تحكيوا هكا قديش عائله واحده وقديش واحد يعطي للاخر فما التواصل وهذا هو المهم اسكندر معناتها ما تقفش الحكايه ديما فما حد تعلم على حد فما حساسيات يسر راه شكون مشيخ وترجي الاطوار شكون مشيخ وحمام في المرسى واش بيني مش انا واش بيه هو وعلاش بيني انا على خاطر الخدمه مثال تنافس وهذيك حسنه الخدمه سي منظر كونكورونس حاجه اخرى احكي لي عليها من بعد اما توا خليني شويه معك انت زاده ومش ترجعنا اسكندر يعني اسكندر تحية للجميع مرحبا بكل متابعينا التلفزة الوطنية الأولى في هذا الموعد المباشر من الأحد الرياضي وفعاليات ومجريات الجولة 28 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2011. مرحبا بكم من كل مرحبا بكل متابعنا على الوطنية الثانية في هذا الموعد المباشر من الرابطة الثانية ليك دو كالعادة كل نهار اثنين 7-4 اليوم دينا 7 غير درجة على كل شهر نعديه كالعادة 90 دقيقة تقريبا ساعة ونص بالتمام والكمال ملخص لكل لقاءات الجولة هذه الكرة اوت مبروك لبو سالم مبروك لبو سالم مبروك لبو سالم بطل افريقيا في اول مشاركة في اول لقب ابطال افريقيا مضوية بوسالم نعم تحقق الحلم نعم أبطال إفريقيا صدق أو لا تصدق هي مضوية بوسالم صدق أو لا تصدق هي مولدية بوسالم ملا لحظات ومشيت عشت اللحظة غير عادية نحب نشكر وعيشنا اللحظة والله والله بغض ميرسي بوكو على الشهاده اللي كتبتها انت وشكيب الخويلي وعاطف جبالي بيان قالت وسالم فرحتنا وانت امتعتنا قالت نهني بوسالم على الامتاع وكذا وعلى المعلق الرياضي اللي ترجم خاطر هي راه شوف دور المعلق الرياضي ويعرفوا الاستاذه بعدايا هو نقل او ترجمه الواقع وراء الشاشه الصغيره اينما كنت في المقهى في البيت على الهاتف الجوال كيفاش طريقتك مش تغوال النقطة الأولى لا 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 كيفاش باش تعيشوا بون بوتيتر بنسبة معينة نجحت نوعا ما في انه نخلي البوسلمية راني بوسلمية نحكي على الجمهورية اسكندر كاين الجمهورية تعيش في حلمة معاهم عشت. ومش مصدق للحظة لا هو أول مرة في حياتي مستحيل يتحقق ما كان حتى حد مولدية بوسالم نفسها اللي نهنيها من هذا المنبر تعرف انه راي المهمة كانت مستحيلة في غياب الترجي وغياب الأهلي ايضا نادي صفاقسي والنجم الساحلي ينفرد الزمالك المصري صاحب الثنائيه في مصر يفوز على الاهلي ساكن اللي فينا على الورق راهنا على الزمالك على الورق فاز ببطوله افريقيا قبل انطلاق الدور في الدوبليكس في سبورشو وقتها قلت لي ما لي مش مستحيل وقتها خذيت شكون من المرسى ومن دو سالم باش يقابلوا بعضهم دونك سي تانتو خدمه نتاع جامعه التونسيه الكره الطايره اختاروا المكان المناسب في الزمان المناسب مدينه قليبيا والهواريه دونك لقاو الاجواء الكل جمهور الهواريه حمد الزاز درع اللوش كيركوان بيان سور قليبيا وجاو من بوسالم ايضا اسكندر اسكندر ونحن باش نحكيو عليك والله توا انتم باش تحكيو عليك انا مش مو حدث هذا والله قد ما نحكيو عليه هذا حدث راه اي لا معاك معاك رجال قداليش عاد لا لا خليه مازلنا فرحانين احنا بوسالم مازلنا الفرحه مازالت شوف انا بالنسبه لي انا نتبعك خاطر مغروم بالكره الطايره وانت تتعلق بالكره الطايره شنو اللي تبدل فيك بالنسبه للمقابله هذه؟ فوالا تفضل ربي فضل خاطر كي تبدا مليان كره طايره في الرياضه اللي تتعلق فيها تاع
تسمح لنفسك باش تسبح وتقول كل شيء خاطر انت متريز متريز. المره هذه تواضعت مش معناها ما كنتش متواضع تقريبا المره هذه تواضعت وخليت الابطال هما الابطال في الشاشه ما قعدناش نسعوا فيك برشا ديباجه وكذا قعدت تعاود في كلمتين ما قلقناش منهم كلمتين حلوين بالقلبك خارجين واحنا سامحيني بين ظفرين شيخين بالمشهد تاع البوسلميه هوني نرجع للحدث اي سي تري بيان معناها ما ركبتش على الحدث خليت الحدث الاسعر اي سا سي تري سي با ايفيدون هذا يعطيك الصحه الفو سي فاسي بارك الله فيك يعني انت حسيت كيما كلامك توا بالنسبه سي المونجي المعلق الرياضي لازم احيانا يعرف وقتاش يسكت يعرف وقتاش التعليق نتاعو لازم ما يكونش مبالغ فيه لانه الصوره وحدها احيانا غاليه عن كل تعليق والمعلق لابد ان يعيش اللحظه هو راهو كيعيش المعلق الرياضي اسكندر انا عملت عليه جو فك الصيحة متاعه وصيحة الفرح وصيحة معناها الخارجة من القلب أنه الناس ركزوا على التتويج متاع مولدية بوسالم وتحية ليهم ماشي لكأس العالم وك الصيحة متاع اسكندر معناها زادت التتويج بهاء وجمال بهجة كما المرحوم دا يجيب الخطاب الهدف متاعه بالضبط توفيق لعبيدي نفس الشيء بونتو هو كلمتك انت توفيق والله انا ريفا يا معلم هكا اي خلي الشبكه تتكلم طارق ريفا يا معلم خلي الشبكه تتكلم وسي المونجي شنو هو سي المونجي لا سي المونجي عنده ويسمع راه كيفاش يقف في مرس الصحفيين ويدخل في سينا اخرى وقت يبدا يعيط جول صرتو في قبل المنتخب يبدا مرتاح حموس كيف من المونجي النصري حموس كيف حموس يسر قبل ما ندخلوا للحصه في الكوليس قاعدين انا وسي المنظر ونحكيوا على سي المونجي سيلمونجي قال لي نحترم في سيلمونجي قال لي نحترم في سيلمونجي انه كيما عرفته من اول نهار دخل الاذاعه والتلفزه التواضع والاناقه وقت اللي يبدا ماشي باش يخدم حاجه اخرى لاحظتها في سيلمونجي بالخبره والاكسبيريونس هذه الكبيره فين قابل سيلمونجي في استاد قبل ما يبدا يعلق على مباراه قبل بخمسه سته دقائق تلقى سيلمونجي يديه ترعش احتراما للخدمه نتاعو اكزاكتومون قامه كبيره تبارك الله انا توا مسك الختام باش يكون مع رازي الجنزوعي ما حبيتش انا حبيته يكون موجود تمنيناه يكون معنا اما حتى وكان مش هو مش موجود بحذانا حبينا نتذكره من خلال بعض اللقطات ورازي اكيد اعطى برشا للحد الرياضي وللرياضه للتلفزه بصفه عامه حبينا نحييه وان شاء الله مره اخرى نواصلوا نعملوا هكا قاعده اخرى لاعلام الرياضي يلزم قاعده اخرى خلينا اليوم ركزنا يسرع على حد الرياضي ورجاء من المقبله تقول لي مشيش ننسى حد فما حاجات ما قلتهمش اشكال هذا يا رجاء لا خاطر التلفزه التونسيه يسر ما فيهاش كان لحد رياضي البرامج الرياضيه النشاط الثالث برضه كانت برشا برامج وعندنا برامج رياضه وارقام برامج الرياضات الفرديه والرياضات الجماعيه والرياضات النسائيه كنا لي سبور الرياضه العالميه ولا والليغ دي شامبيون عملناها والان بي اي والان بي اي والمره بالحق نمشي ونشوفوا لي فيتيغ ونرجعوا يلا الحصة الجديدة من الحد الرياضي طبعا مش نواكبوا فيها تتويج النجم البارح بعد ما كانت تغطية خاصة من مؤسسة الإذاعة الترجة التونسية لمباراة الدور النهائي ولأول مرة في الحقيقة يتم تركيز زوز استديوهات في ملعب ولأول مرة كذلك استوديو تحليلي مباشرة من ملعب الأولمبي بسوسة تجربة جديدة خذناها البارح والحمد لله قبل كل شيء نرحبوا بالسيد كومي في تونس لأول مرة يقول لي هل هذه أول مرة يجي فيها السيد كومي إلى تونس؟ والله أنا لأول مرة أزول الجمهورية التونسية وبصراحة أنا أول مرة يزور أفريقيا القارة الأفريقية بصفة عامة نعم نحب نسأل السيد كومي شنو كان يعرف على تونس قبل قرعة المونديال إذن البداية بشكون طبعا بحفل الافتتاح اللي أكيد شاهدتوه البارح خاصة أنه نقل حفل الافتتاح كان فضائي وكان استثنائي في الحقيقة بما أنه باقي مباريات دور كأس أفريقيا الأمم هي على الشبكة الأرضية
مشاهدينا الكرام اهلا مرحبا بكم في هذا العدد الاستثنائي من حصه الاحد الرياضي بتحديد من المقر الجديد لمؤسسه التلفزه التونسيه في تجربه اولى في الحقيقه قبل ما الحصص الكل تجي ان شاء الله لهذا المقر وفي هذا الاستوديو اللي اضاف عليه الجمهور الحاضر معنا طبعا زاد حليه شويه الليله في الاستوديو. إذن اليوم كما قلت لكم في الحد الرياضي إضافة إلى الفقرات العادية طبعا مواكبة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة كانت تحت شعار استقالات أو إقالات بعض المدربين وكذلك انفراد الترجي بطليعة بعد ما كانت لصالح النادي الرياضي البنزرتي. رازق جنزوعي تحية لي وأكيد أكثر من هكا لحظات ممتعة عشناها معاه في الأحد الرياضي. يقعد نجم الأحد الرياضي الحقيقة. معناها الناس ما قالوا فرحوا كي يرجع كل عام يرجع. ثم اثنين كان من الملجين القلائل اللي اجتهد وتمكن من التقنيات التلفزية، معناها كي يحكي تلفزة يفهم بكل شيء. ولد علاقه بروفيسيونيل بروفيسيونيل يعرف يقيم وذكي. عبد الخالق السعداوي الله يرحمه. عبد الخالق السعداوي زاد حبينا نعدي وصورته ونترحموا عليه الله يرحمه وينعمه اللي خلف حسره كبيره في قلوب زملائه الكل ولحد الان كي نتذكروه اكيد الله يرحمه وينعمه وذاك اش حب ربي. 1 جونفي حتى هو زاد المير نتاعو معناها من خلال السفر نتاعو كان عنده المسؤوليه نتاع الرياضه في اصعب فتره عرفتها كان يعارك على زملائه راهو ذلك. باهي شكرا لكم، مازال عندي شويه وقت حبيت كلمه الختام معاكم وشكرا لكم على الحضور. انا كنت سعيده برشا بوجودكم معايا زملائي، لكل واحد فيكم اكيد عنده مسيرته نعتز بها وان شاء الله مزيد من التالق في اعمالكم ان شاء الله. شكرا لكم سي المونجي، نحيوك بالورد وكلمه الختام معاك ورود سي عبد الكريم بن صالح. تفضل سي المونجي. ربي يفضلك سي المونجي وشكرا ليك اللي جيت بحذانا نورتنا. يفضلك كلمة الختام معك. تحية للمشاهدين والمشاهدات وبارك الله فيك وصر على هذه الاستضافة بطبيعة الحال باش تبقى على مر التاريخ لأولاد التلفزة وبنات التلفزة. وتحية لزملائي في الإذاعة الوطنية لبيب وحبيب ولطفي والحبيب قويس رجاء مختار ورجاء المختار ونجوى التالب باش ما ننساهمش ورفقي بوسته وشهير الكافي الكل وحبيب قويس سي مونو جبنياني فرحنا برشا وجودك معنا. عايشك عايشك صدقني معناها ما نجمش واحد وقت يقدر يقول لا للتلفزه الوطنيه ولا لا ليك انت يسر السلام. يعيشك ربي يفضلك يعيشك خاطر بنت حومتك بنت حملاء خاطر ماذا بيا ديما نزلق اسمه ما الله غالب والذاكره زاد مع مش صحفيين فقط صحفيين وكل الزملاء الفنيين تقنيين والتقنيين اللي تعاملنا معهم اذاعه وتلفزه. يعطيك الصحه يسر. شكرا وديع مرحومه. يعيشك محمد مزيان. شكرا للتلفزه الوطنيه الدار الكبيره اللي ديما تعترف بالجميل نتاع الناس اللي خدموها. وانا نحب نشكر الناس ونعترف بالناس وبالجميل الناس اللي وقفت معايا امي وبابا والناس اللي علموني وعملوا وعاونوني في المسيره ان شاء الله مزيد من النجاح. يعيشك وانت كده. وانا نشكر زملائي في مصلحه الرياضه في التلفزه التونسيه وزملائي الكل في المؤسسه ودار الكبيره هذه. واكيد جدا التلفزه التونسيه اللي انفردت بتصوير نعود نرجع نهائي كاس امم افريقيا في قليبيا ويعطي الصحه. هذا واجب يقول هو تحيا الرياضه على قناه على الزوز الوطنيه الاولى والثانيه على الوطنيه الثانيه. هذا هو كلكم تقولوها هو جيرار هولتس اللي عملها هو جيرار هولتس وكلمه سي توفيق لعبيد قالوها. ايوه سي توفيق نورتنا بارك الله فيك لانه عاونتني حتى في المعلومات بالنسبه للحصه. ما نجموش نرفضوا لك انت طلب لانك باخلاقك وبكفاءتك وكذلك ما ننساوش زاد خادم فقير اللي اتصل بيا ولا مره وانا كلمته حتى على وجه النصر زميله فعلا. وانا نحب نقول اللي انا شخصيا مدين لهذه الدار وما الحب الا للحبيب الاولي الله. وبطبيعه الحال تبقى يعني الاذاعه والتلفزه الوطنيه يعني هي اللي مدرسه الحياه اللي تعلمت منها واللي سماك غناك.
رجاء شكرا لك عزيزتي، حلوه الخاتمه. لا حلوه، ما الحب الا للحبيب الاول. مفتخره برشا اللي نقعد من بنات التلفزه التونسيه، وانا معناها مفتخره برشا اني موجوده مع القامات، كانوا اهم ناس في حياتي موجودين في كاريري. منصف المزغني سمير العلبه، كلمت عليه، كلمت عليه، كلمت عليه لهنا مع هنا الركبي في الجنريك لهنا. منصف المزغني كلماته سمير العقربي تلحق احلى جنريك، احلى جنريك. ميرسي، شكرا لكم الكل، سعيده بوجودكم، شكرا لكم، شكرا لعبد الكريم بن صالح الورود، كذلك بنت مدينة على اللبسه هذيا، شكرا لكل فريق العامل معنا. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع القادم مع اولاد التلفزه.